هلا وسهلا، صبحكم الله بالخير، كيف حالكم؟ شوفوا اليوم عندكم سالفة، وترى أنا ما من النوعية اللي أجي وبسولف عليكم، بس أنا صار لي موقف وخاصة في باريس. أنا توني واصل يعني لي يومين تقريبا في باريس، ولا صورتكم سنابات، لأن صار لي موقف باريس مخيف، يعني مخيف. إذا قالوا لك أن في أحد داعي لك، فاللهم لك الحمد، أنا في أحد داعي لي، في أحد داعي لي مرة، اللهم لك الحمد، أو أنه على قولة أمي ترك دافع البلاء. هذه هي واحد من اثنين صدق، لأن صار لي موقف مخيف. أنا ضاع جوازي يومين، مو بس جوازي، ضاعت شنطتي كاملة. الشنطة هذه فيها جواز، فيها جوال، فيها 4 بطاقات صراف، يعني ولا وكلها فيزا، يعني بيستمتع عليها اللي بيحصل الشنطة دي. وفيها بعد لا إله إلا الله، يعني فيها باقي الأغراض، بس المهمة جواز، بطايق صراف، يعني جوال، فيها كل شيء مهم الشنطة هذه. طيب عشان أوضح لكم نقطة، أنا كنت جاي من لندن الباريس بالمترو، الجوال اللي جوا كان يشتغل على نت لندن ما يشتغل على باريس، فما أقدر أحصل الشنطة هذه. وصلت للفندق على أساس إني بسوي التشيكن في الأوتيل نفسه، يوم جيت أطلع أدور الشنطة حقتي مين معي، متخيلها ومتعودها في يدي بس ما لقيتها. وعلى طول جاء في بالي إيه باريس ناس كلهم يسرقون، على طول هذا جلف بالي. انهبلت وانهبلوا اللي معي في اللوبي كلهم، وانهبلوا الأوتيل نفسهم، الريسبشن كلهم، يا أخي وشلون كل الناس انهبلوا معي، حتى السواق اللي جابني من الستيشن حقت المترو إلى الأوتيل انهبل معي، بس الله يعافيهم صراحة ما قصروا. طلعت على طول المترو وادورها، قالوا القطار بح راح. طب وين اللوست اند فاوند؟ طب احصل، ابي اسال احد، كل شيء مقفل. لين يوم اوصل، وصلت يوم الاحد كل شيء كان مقفل، قالوا تعال الساعه 8 الصباح بكره. جيتهم طبعا، رجعت الاوتيل وبشركم دخلت ونمت وكل شيء، وجيتهم بكره صباح عشان ما اطول عليكم السالفه. جيت لهم قالوا اصبر، الترين ما بعد رجع. في الوقت هذا رحت لم السفارة وسألتهم، قلت كيف أمور، كيف أطلع، كيف كذا، قالوا نعطيك تيكت تقدر تطلع للسعودية اللي هي مرة واحدة. هنا المشكلة الحين، أنا أهلي كلهم في لندن، هذه المشكلة. قلت يلا ما يخالف، ورجعت للترين الساعة 3:40 اللي هو الوقت إنه يرجع من لندن الترين نفسه. يوم جيت عندهم قلت مها بشر ورجع ترين، في شيء جاكم؟ قالوا لا والله. قالوا لي لا والله ما في شيء في الترين ولا وصلنا شيء. قلت له اسمعي، بيني وبينك تحدي، انا اتحداك اذا مو في، لاني انا عندي احساس انها موجوده. قلت اسمعي، اذا مين موجوده في الترين هذه 100 يورو لك. قالت لا 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 يعني لا تمزح. جيت قالت لي يلا امش تعال. جيت طلعت مياها، رحنا الترين نفسه، قلت لها يلا الحين، ولبستني الباج حقهم، يعني صراحة ضبطتني ما قصرت. جيت طلعت مياها الترين، دخلنا الترين، قلت لها السيت حقي 61 هناك، وادخل وامشي ووصل. يوم وصلت 61 وناظر هنا كذا، ها كذا في الزاوية شنطتي، يا الله شيء مو طبيعي، شنطتي هنا في الزاوية كذا، ما لمسها أحد. تخيلوا الترين هذا رجع لم لندن، وخذ ناس من لندن، ورجع مرة ثانية لباريس، وأخذ يعني ركب فيه يمكن تقريبا حدود ما أدري، بس ركب فيه ناس كثير. سبحان الله الشنطة ما تحركت. الله، طبعا هذا أنا متحديه، هذا متحدي رقم 2، هو اللي وصلني للستيشن، رجعنا مرة ثانية. أسلم زكريا كيف حالك؟ ما شاء الله زكريا، وش التحدي اللي بيني وبينك؟ شو؟ ايش التحدي اللي بيني وبينك؟ اي في تحدي امس، وشو؟ نسيت والله، في تحديات كثار يا اخي، خلصنا يا رحم ابوك، ما في تنفيذ والله ما ادري. طيب ايش التحدي اللي بيني وبينك امس؟ والله نسيت. تحلف بالله؟ ترى انت نسيت، ترى ما راح يجيك. ايوه وش فيك ذكرت؟ يلا والله تضيعت، كان في تحدي على الاكل. لا لا، ابي التحدي حق الجواز. ايه يا الله يا الله، جواز السفر إيه؟ تعطيني 1000 اورو. كذاب
يا اخي يخلص عليك كم؟ 400. اي اخيرا يلا صح. طيب الحمد لله اخيرا الحمد لله. من امس وانا كل ما سويت شيء قلت لك الحمد لله، قل الحمد لله ورا صادق يا اخي. امس صار لي معجزه ولا لا؟ والله معجزه والله الحمد لله.